انت متداخل في حاجات كتيره جدا. ده حقيقي. اخر لقاء ليا معاك كنت عايز دايما ورا الكاميرا. صح. دلوقتي صح. تغير الكلام ده. خلينا نخلص ثالثه ثانوي. انا في ثالثه ثانوي دلوقتي وملاحظ قد ايه هي صعبه. طبعا. فلو عايز حاجه في دماغي معينه لازم اشتغل لها دلوقتي قبل ما اوكي. فاعتقد هي يمكن هتبقى حاجه ليها علاقه بالفن او المبدأ موجود ده او تخصص بعد الثانويه العامه. بالظبط. اوكي الاثنين. اوكي اوكي. سنه صعبه برضو. طبعا. لا السنه اللي فاتت فانا عارفه سنه غلسه قوي بس هتعدي. وبعدين معلش هي كمان في ظروف الكورونا وعدم الدروس والمذاكره الجماعيه والحاجات دي كانت اصعب. اكيد. فربنا معاكم. انا عرفت انك بتحضر لمفاجاه قريب. ايه برنامج؟ مفاجاه التلفزيون؟ ايوه. اوكي. بكتب برنامج دلوقتي. هو الموضوع ابتدى بشكل بسيط جدا. كنت قاعد فلاحظت ان في مصر ما فيش حاجه اسمها بودكاست كتير. البودكاست دوت مش برنامج زي اللي احنا فيه دلوقتي. في كاميرات كتيره وفي زي اتنين جمال زي قاعدين بيعملوا لنا انترفيو مع نجوم كبار وكده باستوديو كبير. هو بس حاجه زي مايكين، ثلاث مايكات، اربعه. ممكن يكون حد قاعد وقدامه فنان او قدامه حد موهوب في جزء ما من الحياه يعني، وقاعدين بس بنتكلم مع بعض. شويه شبه فيديوهات اليوتيوبرز. بالظبط. بس هو انت بتحاولي دايما اليوتيوبرز بره يعني. اللي انت عايزاه. لا اليوتيوبرز هنا ما بيعملوش كده. لا لا خالص. هو بس انت بتحاولي في البودكاست دوت انك تقعدي مع حد وفعلا تتعلمي منه كل حاجه. تحسي ان هو قاعد في بيته، فلما بيتكلم عن حياته، لما بيتكلم عن مشاكله، وممكن بالثلاث ساعات يتكلم عادي. الانترفيو ده عاده بتاع البودكاست ممكن يقعد من 45 دقيقه لحد 3 ساعات. فانت بس عايز توصلي مع اللي قدامك، مع اللي انت بتعملي له انترفيو، لشعور اللي هو انت قاعد في بيتك، قاعد مع حد بيحبك، انا مش هحكم عليك بحاجه، اتكلم زي ما انت عايز. بدون رقابه، بدون ما تحس ان في اسرار. وهتنزل على الانترنت في فكره انها هتتباع لحد ما. لسه يعني لسه بنفكر يعني. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك على حاجه. انا ابني جه من فتره كده. ليلى هتضحك، عارفه القصه دي. وبعدين انا ابني تعبني في المذاكره يعني. ما احنا نفس الموضوع. بس زمان. لا مش دلوقتي. يعني